كما أكد فضيلة الشيخ عدنان القطان على أن العلماء أجازوا أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت بالكيفية التي تصلى بها في المساجد والساحات، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، كما إنه يجوز أن يصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يؤديها المسلم منفردا. في ظل استمرار تفشي الوباء في العالم، فقد أجاز العلماء رحمهم الله، أجاز العلماء في الوقت الحاضر أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت بالكيفية التي تصلى بها في الجوامع والساحات، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في الجوامع والمصليات، ويجوز أن يؤديها المسلم والمسلمة منفرداً أو يصليها الرجل جماعة بأهل بيته بلا خطبة، وتصلى ركعتين بالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، ووقت إقامتها بعد طلوع الشمس بعشرين دقيقة تقريبا، وتمتد إلى زوال الشمس. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.